ترأس معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وفد مملكة البحرين في حفل الاستقبال السنوي لبنوك مملكة البحرين، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأبرز الحفل أهمية مملكة البحرين وقطاع الخدمات المالية والمصرفية فيها، وبين فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات المالية. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا من واشنطن صادق بلال. حفل الاستقبال السنوي لبنوك مملكة البحرين يعتبر من الفعاليات الاقتصادية الهامة، وقد عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت إشراف جمعية مصارف البحرين. وشارك في الحفل وفد بحريني رفيع المستوى ترأسه معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الذي أكد على أهمية الحفل وجوانبه الإيجابية. البحرين مركز مالي قديم ومركز تجاري قديم، لديه كثير من الخبرات، لديه انفتاح على العالم كبير. تشوف عدد المؤسسات حتى المشاركة هنا الليلة يبين انفتاح مملكة البحرين على العالم. طبعا كل العالم عنده فرص كبيرة انه يطور نفسه، احنا نجد افضل هذه الفرص ونحاول ان نستفيد منها، وبوجودنا هنا مع هذه المؤسسات المالية فهم يلتقون بزملائهم من مختلف دول العالم ويطورون كيف ما يقدرون يحسنون بيئة العمل الموجودة في البحرين وتنافسية سوق البحرين. وشارك في الحفل كذلك محافظ البنك المركزي سعادة السيد رشيد المعراج وضيوف الحفل من البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص. والله شوف، يعني احنا من فترة طويلة البحرين في كل القطاعات، سواء كان القطاعات اللي تهم القطاع المالي أو القطاع التجاري، استحدثنا باستمرار مجموعة من القوانين اللي تتواكب وتتمشى مع متطلبات الممارسات الدولية، سواء كان من إلقاء الملكية، نسب الملكية للأجانب، بحيث أنه أتيحت الفرصة للتملك بشكل كامل في كل القطاعات، ما في قيود على حركة رأس المال سواء كان في القطاع المالي أو القطاع التجاري. وبالتالي بشكل عام يعني كل كافة القوانين اللي المعمول بها حاليا أخذ بعين الاعتبار فيها أفضل الممارسات العالمية وتسهيل لكل المعاملات التجارية والاستثمارية. وأبرز الحفل أهمية مملكة البحرين وقطاع الخدمات المالية والمصرفية فيها، وبين فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات المالية بهدف استقطاب المؤسسات الدولية لتشجيعها على اتخاذ المملكة مقراً للاستثمارات الدولية. البنوك بصورة عامة في البحرين الأصول عندها تنمو والودائع عندها تنمو، وبالنسبة للإنفراستراكتشر البحرين عنده إنفراستراكتشر يقدر يستوعب يعني أكثر مما هو عليه، بما يقارب 30-40% زيادة في عدد السكان وعدد الشركات والنمو في الاقتصاد. وعبر المشاركون عن إعجابهم بالحفل واعتبروه فرصة للتشاور وكسب الخبرات وفتح آفاق ومجالات للاستثمار في مملكة البحرين. وهذه فرصة لتبادل الخبرات ونشوف شنو الفرص الاستثمارية اللي بيننا وبين البنوك الثانية على أساس أن نطورها. وفي نفس الوقت طبعا البحرين معروفة هي كأول مركز مالي في منطقة الخليج، فهذه فرصة أن احنا نستقطب الاستثمارات ونبين التطور اللي صار في القطاع المصرفي في مملكتنا الحبيبة. ويعتبر حفل الاستقبال السنوي لبنوك مملكة البحرين من الفعاليات الهامة التي تحرص المؤسسات المالية الدولية على المشاركة فيه، وتعتبر من الفعاليات الاقتصادية البارزة والمثمرة. نجح منظمو الحفل في تسليط الضوء على قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين لاستقطاب المؤسسات الدولية للاستثمار في هذا المجال. صادق بلال، تلفزيون مملكة البحرين، واشنطن.